السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على بعض الحقوق القانونية الأساسية اللي خاص كل مواطن مغربي يكون عارفها. توقيف والتفتيش. الفصل 29 من الدستور تنص بأنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، الاعتقال التعسفي أو السري والإخفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات. يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، من بينها حقه في التزام الصمت ويحق له الاستفادة في أقرب وقت ممكن من المساعدة القانونية مع إمكانية الاتصال بأقربائه. تفتيش حسب المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل ومعاينتها قبل 6 صباحا أو بعد 9 ليلا إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله. الحق الثاني هو حق من حقوق المستهلك. خاصك تعرف أنك كمستهلك عندك مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها حق في الإعلام، إعلام المستهلك بشكل واضح ودقيق بكل المعلومات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة، السعر، شروط العقد، خصائص المنتج، المكونات، كل هذه المعلومات يجب أن تكون باللغة العربية، ويعاقب على الإعلانات المضللة والغش التجاري. كذلك من الحقوق اللي جاء بها القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الحق في الرجوع، خصوصا في معاملة المبرمة عن بعد، وكذلك الحق في الضمان، يعني أي منتج فيه عيب أو غير مطابق للمواصفات المعلنة يحق لك أن تستبدله وتسترجع أموالك، وأحيانا قد تحصل على تعويض. 3. حقوقك في التعاقد. فصل 230 من ضحية التزامة العقود يتحدث عن قوة الملزمة. أي عقد وقعته لي مقول عليه طرفين كيصبح ملزم حسب ما اتفق عليه، لذلك من الضروري تبرأ وتفهم أي بند قبل ما توقع عليه، وما تنساش إلا وقعناك شي واحد هو ملزم باش ينسى داكشي اللي وقع عليه. والتوقيع ماشي مجرد شرط على ورقة، كاين خبراء كيعرفوا واش التوقيع صادر عن ذلك الشخص ولا مصدرش منه، وذلك فقط من اليد ديالو. 4. حقك في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإبارات. وهذه مسألة من ضمن الدستور المغربي وبالضبط الفصل 27 اللي نص بأنه للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد حق في الحصول على المعلومة إلا بمقتضى القانون. ولذلك صدر القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. مثلا محتاج معلومات عن جماعة ترابية متعلقة بسكة معينة، فمن حقك تحصل على هذه المعلومة بمجرد أنك تقدم طلب الحصول على المعلومات. هذا الطلب تلقاه في الموقع الخاص باللجنة المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات. والمؤسسة اللي قدمت لها الطلب ملزم أنها ترد داخل 20 يوم أو 40 يوم على أقصى تقدير بعد إخباركم بذلك.